بالعام 2000 اعتمد لبنان القانون 220 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. على الرغم من بعض الإنجازات، بعد في حاجة لكتير من العمل كرمال تنفيذه بالكامل. ما في قانون كامل، بس تنفيذه بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلي وقع عليها لبنان سنة 2007 يعتبر خطوة باتجاه مجتمع دامج. القانون على الورق يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لا الدولة تطبقها ولا المجتمع يساهم في ذلك. بعد تلك السنوات الطويلة من إقرار القانون 220 على 2000 لا يزال الواقع هو هو، فللأسف نحن في بلد لا يكفي أن يكون هناك قانون. بهاء واحد من مئات الأشخاص في لبنان الذين تضعهم الدولة على هامش المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. بالرغم من أنه مضوا على قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر من 20 سنة وبدهم يطبق لهلا، ونحن ما بنفرق عن غيرنا بشيء، عن اللي عنده صحة كاملة. بالنسبة للتعليم كمان ما في المؤهلات اللي بخلونا نروح نتعلم أو نطلع صوفنا بالويلتشير أو بالشغل، ما حدا بشغلنا ليل. وبالنسبة للفاكسان كمان، حكوا عن الفاكسان، حكوا عن الإنسان العادي إنه كيف فيه روح يطعم، ونحن ما جابوا سيرتنا إنه كيف بيقدروا يعطبونا إياه. ونحن لازم نضل على علاقة دائمة بالدكاترة بالمستشفيات، كرمال أوضاعنا، كرمال فيزيوتيرابي، كرمال كل شيء، كرمال العضلات، ضمو العضلات يضلون منيح ما نتأثر بعدين زيادة. وبالنسبة وهلأ كمان صار في موضوع كورونا اللي هي زادت الضغطات. واليوم في ظل أزمة كورونا، السؤال كيف لدولة غابت عن ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة الأكثر حاجة والأقل مناعة في موضوع التلقيح ضد الفيروس أن تحافظ على حقوق هؤلاء الأشخاص؟ الناشط الاجتماعي جورا حال حرك مسألة تلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن قدم اقتراحاً رفعه إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمز مشرفية لإضافة خانة لهذه الفئة ضمن استمارة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا. اليوم جائحة كورونا منعت هالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أنه يكونوا عم يتلقوا علاجاتهم الفيزيائية، من انه يكونوا عم يشتغلوا ويحسوا حالهم منتجين، من انه يكونوا حاسين حالهم افراد مش عبء على حالهم. لذلك نحن المنطالب في تطبيق القانون 220 على 2000، ومنطالب كمان باهمية وضع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على اولوية التلقيح، لانه هن مناعتهم واطية، ولانه هن اذا انصابوا بيكونوا عم بعرضوا كل مجتمعهم للخطر. كل اللي عم نطالب فيه انه ما يبقى القانون 220 حبر على ورق.